غادي نجرب لكم وليداتي وبنياتي الا امكم عزيزه عليكم وامكم حليمه دايرينها بحال امكم الوفاه غتبان لكم حليمه ان شاء الله الله ينور الوالده الله يقعدوا الوالده الله يشافيه اللي ما عنده خديمه الله يجعل بيها ونعرف ندعي مع وليداتي ام حليمه اللي بغينا هي رئيس المدينه وحليمة عريستها هذه وحليمة وليداتها هي رئيس الكوزينة مشاهدين ما تبخلوش على الوالدة هادي تشوفها توجد لك ان شاء الله مرحبا وحمر لي غير وجهها ان شاء الله مع المشاهدين انا معاك ديما انا ما عمر لي انا عارفك والوالده وقف جنب الوالده كلشي الحمد لله وجدت لها هذاك الشيء والله كاش الوليد كلشي جبتو لها ان شاء الله كلشي راضي عاونتيها انا ما نعرفش انا مصبوح انا مع الجد علي الوالده غوت على البنات وحليمه وداك تنقولوا شجعوا عيني دابا شجعوا حليمه هي اللي غادي عندك الوالد غادي عندك معلم وغادي ما يسلك وغادي جابوا لي جابوا دابا اللي كتب الله راه جابوه دابا عطيو لي لايك وكومونتيرات لدى حليمه حمامه تالي زهروا علي والتالي زهروا علي يا الشبلاويه زيد رجال ديتي انت يا سيد رجال ديتي انت يا هلا الوالده والده ما شاء الله كيفاش الوالد والله لا يخطي عليا باك عريفاتي والله يسترهم والله لا يخطيهم عليا والله يطولهم العمر وليداتي جيم 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 الله يرضي عليكم والكومونتير ما تنساو حتى وحده مشاهدينا الكرام الله يعطيكم كل ما كتمنوا والله يعطيكم قصر في الجنه المتتبعين شكرا على التعاليق ما شاء الله ديالكم الطيبه الله لا يخطيكم عليا المتتبعين صراحه الله حنا غاديين بواحد الطريقه بواحد بواحد المستوى اللي زوين المتتبعين في جبنا وراضيين على هذا الشيء اللي كنقدموا لهم الله يعطيكم كل ما كتمنوا وديروا المحليمه اللي هي الوالده ديالي ديروا لها لي لايك وديروا لها كومونتير بقاو تكتبوا في الكومونتيرات غيكتبوا على وجه با محمد والعريصات والمحليمه راه بغات تغلب بغيتيها تربح الوالد بغيتي الوالده تربح بغيتها تربح بصح نكتبوا على الله والله يرضي عليكم اولادي من بجانا انا تنسبك غير باش تربحتنا ولو الوالد تيعبر لينا على الحب والتقدير والاحترام اللي تيحترم الوالده واخا تسمح لي فاطمه وحليمه وبناتي تسمح لي لكن هذا الرقم ديالي تيمشي عند امك حليمه ما شاء الله لا يخطي عليا امي والله يجعل سيدي ربي ما ندوز انا وياه ان شاء الله تمشي انا قدامه امين الوالده الله يا ربي والله الوالده درتي فينا الحماس حق الله العظيم ايوا ولد الله ندمنا حنا اللي ما عاوناش عيلاتنا في البارح والبارح والبارح ها دابا بحال ضربتي فينا حنا والله الوالد والله اني مره اخرى ان شاء الله غنتعلموا منك ان شاء الله الله يخليكم واحد الهضره ضروري خصني نقول لكم نزلوا ديروا واحد التبارك يا ربي ان شاء الله الحلقه تعانقوا حنا هي هي الاولى رجعتي الوالده شباب الله يخليك راه الانسان وليد حط مع والديه ونشط مع والديه راه الحياه هكا كدايره اللي عنده والديه الله يخليهم قبل ما تبدا في هذه الحلقه ان شاء الله يا ربي راه عندي لكم واحد القضيه ضروري خصني نخبركم بها كاين واحد المفاجاه ان شاء الله في الطريق يطلبوا ربي تكمل باش نشاركوها معكم والحاجه الثانيه هو انني عندنا واحد جوج ديال العناصر مفاجاه الصراحه بالخصوص هاد الناس اللي غيدخلوا معنا دابا عزاز وغاليين وطلبوني ورهبونيهم في امس الحاجه الصراحه ما حتى شي تاهم هاد المسابقه هادي وغادي نطرحوها عليكم ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله تقبلوها
وغتكون المنافسه شاعله ديال الصح. دابا حسن مازال المسابقه تستمر. تستمر ان شاء الله، ولكن واحد العنصر المفاجاه ان شاء الله، وربما غتزاد عنصر المهم شي حاجه اللي هما واعرين ان شاء الله يا ربي ومستعدين. وك سيدي حنا هاد البنات اللي كتقولوا انتم حنا جايين نغلبوهم، وحنا عندنا حتى حنا منافسه وبغينا نشاركوا معكم في هذا الشيء، هذا تيعجبونا نتفرجوا فيكم وكذا. غناديو على المسابقه. خلنا عليك بالله. الجوج ان شاء الله. دابا يعني المسابقه ما تحبش غير في الوالده. لا مازال. الخوات زيدوا عطيونا تعاليق، زيدوا عطيونا دي جيم، وغنشطوا غدوزوا معنا واحد رمضان اللي رائع ان شاء الله يا ربي، يكون طاقه ايجابيه. ان شاء الله. حنا باش نصايبوا الحمد لله الديزاين، والله الا كانت صخره وجيب هذه سير جيب لي زيبينا، سير جيب هذه، سير جيب هذه كذا، سير جيب هذه كذا، باش نعطيكم احسن ما يكون. سير جيب البقوله من الخلا، سير جيب المرسيطه من الخلا، سير جيب الكفته عند الجزار، رجع من سيتي الثومه، سير جيب عاوتاني الخميره، ماشي هي اللي جبتي الخميره. المهم غادي ناديو على العناصر بجوج. شكون؟ واه شكون؟ شكون؟ انت غتشوف. ابانو شكون؟ زين شوف. لا لا كايني كايني كايني. شكون؟ واحد العنصر اللي ماليش ما غنتخيلوش. وين؟ هاي دخلوا في المسابقة. شنو حنا كنطالبوا انك تعطينا حقنا متهدي. ويلي كتغلبوهم مستعدين. مستعدين. غتغلبوهم؟ ما نعرف الا شجعونا متتبعين ان شاء الله، علاش لا؟ شجعونا متتبعين عافاكم. قلتي حالا؟ انا محتاجة لهاد المسابقة بصراحة. ندخلوا محتاجين بزاف. شنو حنا الصراحة بغيتنا لواحد المسابقة. كيفاش اختي حنا؟ الوالدة. ومن بعد قالت لي بغيت نعاون فيها راسي هكا قالت لي. انا شوف خليها حنان تهضر على الحسن. كيما شتي خويا ياسين دويت مع خويا الحسن، قال لي مازال ما سالت المسابقه، قلت له علاش لا حتى انا ما ندخلش، ونبحث مسابقه زعما غادي نستافد منها بزاف، وكنشكرو بزاف ما رفضليش الطلب ديالي، وكنتمنى المتتبعين ديالنا حتى هما ما يرفضوش الطلب ديالنا ان شاء الله. انت اختي امي علي حنان علي علي حنان علي علي حنان علي. المهم الحسن شنو هي الطريقة باش باش الطريقة باش غنخدمو دابا؟ غادي نشوف، ما هضرتش مع حنان الخرية، ما سمحتلاش باش غتدوز غدا في المسابقة، خارجة تاع الربعة، بعد غدا إن شاء الله الأربع، خارجة مع 12، وماي ما ليبر، الزوجات ديال راسها دابا، عندي سي زكريا قال لها خدي راسك، وعلاش هي الأكل ديالها بارفان غادي تجي أوروبا غادي تجيك. عندي غير صباح لي عامر، صافي صافي هادشي اللي عندي. صباح الخير. مازال مستمرة في القراية أختي أمي. لا ودابا من غير القراية عندي سميتو الطبيب، وعندي سميتو البيرميل. صباح كامل عندي عامر. المهم مستعدين. المهم غدا نوبة أميمة. غدا نوبة أميمة. يا سبحان الله. سبحان الله. يا والو. إن شاء الله حتى غدا غتشوفوا إن شاء الله المفاجآت أميمة كيفاش غتكون في الحلة وكيفاش غتكمل الديزاين. أنا عرفتي تيش باغا أميمة تدخل باش حمرا. عشنا تيتي شاي. كي قال داك نقطة سكوت صراحة الله. أنا عندي أميمة بحال حنان وحق الله. كيف ما غادي نتعامل مع حنان غنتعامل مع أميمة، وهما بجوج عندي أنا في مرتبة واحدة وحق الله، ماشي زعما حيت أختي ما نعاونها ونشجعها. حنان عزيزة عليا، ونقدر إلا هداتها أميمة نقدر أنا نهدي نقول أميمة أختي تهديها لحنان. المهم برافو عليك تيتيش. المهم مشاهدينا الكرام غدوز اليوم الوالدة غدا إن شاء الله أميمة مورا أميمة حنان. كونوا على بال المشاهدين، الوالده راه تعداو عليك هاد الناس. والله ولدي تعداو عليا والحال غيمشي علي. شوف 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 الوالده الابداع على المشاهدين. ما شاء الله عليك الوالده، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. سيري الوالده الله يعطيك العز. لا قصاع كي دايرين. الخبيزه. يخليك الله يطول لك العمر. هذا هي الفول بغا دير هذا دابا نجيبو ان شاء الله للبنات. ان شاء الله الوالده الله يطول لنا. جيب لي الفول. قالك الفول قالك ما ولدش البلاد. ان شاء الله يا ربي مره اخرى ان شاء الله باقي الخير لقدام. يلا الوالده. نعم. واحد جوج ثلاثه ينطلق العداد. يلا الوالد شنو كاين؟ عندي انا الطواجن ديال الكفته. اييه. يلا غندير جوج ان شاء الله يا ربي. هكاك الوالد. وعندنا ان شاء الله يا ربي قطبان. ديال اللحم هما قطعناهم وشرمن غنشرملوهم عاد. هذه غير بصله. هذه غير بصله مع الرضيع ما شاء الله. الوالده هي الوالده. وهذه مطيشه خلفه هي ديال هذه البقوله ديالنا. هي اللي طيبت معاها. واش الوالده درتي الوالده هادشي تبارك الله جا رائع في هذا القصاع هذا. زوينه ولدي والقصيعات فنين واتا شي واتا. دابا الوالده التاويل ديتيه انت في راسك.
التاويل ديتو كي تيقول لها بعدا رافع عليها غنيه هذه ما عرفتش انا نقولها. هذا الطحين ديال مرسيطه، غندير الخبزه ديال مرسيطه. شنو هي مرسيطه الوالده؟ هذه مرسيطه لقطناها من رمعه ربيناها وليداتنا كامل. كتجي واعره ديال الوالده. تيقول لها مرسيطه. ولا ولا كتجي رائعه هذه. كتجي غزاله يعني مع الزيت البلديه. ما شاء الله. غادي تشوفها وليداتي من غادي نطحنوها وغادي نعجن العجينه ديالي وغادي نطيبها ان شاء الله. المهم غتابعونا كي غندير لها ان شاء الله يا ربي. الوالده. وغادي هاد خلاص غيديروها ليا البنات، انا ما تنعرفش هاي. هادي البسطيله. كسميتها هذوك هما بسيطلات بالخضره وفيهم الكروفيت وفيهم الدجاج والاخرين عاوتاني فيهم الكفته وفيهم وهذيك منين ما شتيهاش راه لا بوكا هذه لا بوكا الوليد ولا بوكا جابها ليا مسكينه هي كاع كنبدلوا شويه النوع ديال الليمون اليوم غيولدنا التغيير في المملاحات في المملاحات الله يرضي عليكم. دابا هادو تيتيش مملاحات بوحدهم وهادو بوحدهم هادوك بوحدهم وهادوك بوحدهم والاخرين تاهما بوحدهم تعادوا ثلاثه هذه الوالده العريسه توقفوا معاك الله يعطيهم الله يجعل سيدي توقفوا معاك الوالده وقفوا معاك معاهم ان شاء الله. بدعتي يا الوالده بدعتي بزاف الله الوالده بدعتي يلاه الوالده ما شاء الله عليك الله يعطيك الصحه الوالده والله يعطيك النور ماما بلاتي الله يرضي عليك. مشاهدين ما تبخلوش على ام حليمه اللي محافظه على هذه العائله محافظه على هذه العريصات ومسكينه كتضحي بكل ما عندها على ود وليداتها وعلى ود عريصاتها. ما تبخلوش عليها بالكومونتيرات ما تبخلوش عليها باللي لايك اكثر كومونتيرات كتبوا للوالده بقاو غير تكتبوا بقاو غير تكتبوا غنجربكم وليداتي وبنياتي امكم عزيزه عليكم وامكم حليمه دايرينها بحال امكم الوفاة دي غتبان منكم حليمة ان شاء الله. الله ينور الوالدة الله يقعدوا الله يشافيه اللي ما عنده خديمة الله يجعل بها ونعرف ندعي مع وليداتي لا تندعي معاهم تندعي معاهم ديما الله يحفظك الوالدة وليداتي تردوجي القبلة وتندعي مع كل شيء لا مع جيراني ولا مع وليداتي ولا اللي بعيد ولا اللي قريب الله يسهل عليكم والله يفتح عليكم بيبان الخير وبيبان الربح ان شاء الله. يا الوالدة شكون كطلبيه يساعدك البنات بثلاثة؟ بثلاثة غيساعدوني ان شاء الله. هما يبا حنان ام حليمة اجيو ارتاحوا البنات كلوا في جنب الوالدة انتوما كتافها اليمين انتوما تراحها اليمين صافي زيدوا اختي رشيدة غامر وحنا نغامر انتوما غامدوا صراحة عمي من يديك كيجيو غزالين نوض الوالد نوض الوالد عطينا البصمة عاود الوالدة عاود عليا هنا سير يلاه نديري له حداه تما يلاه. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا العريصات تحركوا تبارك الله عليهم راه ملي تيتحركوا العريصات حنا في الكوزينه كنعرف قضيه انا زنده ربي يعاونهم امين الوالده امين هما ولدي شوفي شكون اختي اميمه عطاو الوالده العطريه تيتيش يلاه دابا هادو هما نحطوهم فوق البوطه واخا تيتشحروا خلي الوالده تمد لكم باش عارف الوالده بلي راهي دارت هاكا كنتو نتوما غتسخروا الوالده غضرب تمارا مع الصبح دابا يسبقوني البنات لا انا هذيك الوالده برافو عليك هكاك نبغيك راه زيدي الوالده عطيهم معلمه الوالده معلمه سيري الوالده الله يعطيك النور انا العذاب العريصات يلاه اعطيهم رضا تبارك الله المهمه ديالي الله يطول لي عمرك الوالده هادو المتتبعين غيتشحروا هنايا زيد الوالده شنو اخر ما شاء الله ما واحد لاباط صراحه عجنتها هذا لاباط ديال الزبده لاباط فوتي لاباط فوتي هادي صراحه عرفتي كي جايه لاباط فوتي جايه واه لاباط فوتي المهم سير قول شوف قول انت غير قول غير الخبزه ديال الزبده ديال الزبده مورقه خبز مورق خبز مورق زيت شنو اخر صراحه الله درت هنايا شويه ديال البطاطا شويه الجبن جوج طريفات ديال فرماج احمر ودرت هنايا لي زيبينا ودرت الزعتر هنايا كذلك غادي نديرو شويه الكفته الكفته المتتبعين والفلفله حمراء ودرت عليها الصينيه وواحد شويه الكروفيت وشويه ديال الدجاج داكشي اللي درت هنا تقريبا درته هنا ولكن كم مختلفه هنا ما كاينش الفلفله كاين هنايا عاوتاني خيزو كاين سميتها اش كيقولوا لها لا ماشي شامبينا كاينين اختي الشامبينيون كاينين ها هما دوك كاينين لي زيبينا المهم كلشي كاين عندي هنايا ها لي شامبينيون درتهم درت البقوله لا لا ما درتش البقوله البقوله صراحه الله عرفتي كيطلعوا 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 المتتبعين بنان بالخضره درت فيهم خيزو ولفت وقرعه مزيان تبارك الله عليك كتكون محكوكه كتجي بنينه سير الوالده فين وصلنا
الواليد فين الوالده كنت انا غادي يربوا لي تما دوك القطبان وانا غادي نكور ان شاء الله غادي ندير شويه ديال العطريه وشويه ديال الربيع وغادي نخلطها مزيان وديك الساعه غادي نبدا ان شاء الله بالتحضير ان شاء الله ان شاء الله رشيده انت اختي باش كلفوك دير لي متر العطريه شرمه برافو عليك اختي رشيده رشيده عاوتاني المشاهدين علاش رمات لك البقوله بالحامض والثومه والحار البقوله ديال اختي رشيده وانا في الاحلام اقسم بالله العظيم والله اختي رشيده ما تقدر ديرها حتى واحد ما شاء الله كلشي واقف مع الويده في الكوزينه ها يا حنان وجدي راسك بعد غدا وميمه مستعده من دابا تبقاني كنفكره والله الا غير فكري من دابا شنو غادي ديري راه كيتفرج فينا اتونسيون راه تعجبيني الهدا كاع وتبرري له على راه كي تما صافي اختي حنان ديروا له زيت البلديه ديروا له زيت البلديه حنا كنضربوا بخمسه يطروا زيت البلديه سيرو يلا محليمه لا تشجي هاد صاحبتك لا والو يلا محليمه 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 الحنينه محليمه عاودوا معاها محليمه محليمه الكبيده محليمه العزيزه محليمه العزيزه انا مزوقه محليمه الله ينوركم والله يرضي عليكم والله يسهل اموركم ماشي شكرا كذلك المهم مسكينه تشكر الناس اللي شجعوا بعدا وساندوها الناس اللي شجعوني وداروا لي الجيم وداروا لي لي كومونتير راه كيقرا لي الحسن شكرا لهم بزاف بزاف والله القسم التعاليق ديالهم كلها زوينه برافو عليكم محليمه الحسن غادي نشير لواحد النقطه قالوا لك المتابعين راه شادين معك الشاده والفاده وعارفين شكون اللي نجح وشكون اللي خسر وشكون اللي اقسم بالله العظيم قالك عارفين شكون اللي جا الاول وشكون جا الثاني وشكون جا الثالث راه الا درتي معنا الخشونه غيكون عليك واحد الهجوم شرس حنا خويا حكم عليا راه الساعه باش نسكريني كتكون الساعه حتى هما كيسكرينيو المتابع كلشي حاضر معاك سكريني واخوك راه الفيديو كيترمى مع الجوج شرف كلي مع الجوج كيحبسوا لي لايك والكومونتيرات كلشي سكريني صح ها راك تما حطيهم الوالده انا عرفت شنو هي الوالده الوالده اللي بعدا جينا انا غادي نعشو عاونو هادي امي ما تحنيها حتى تبقى وحده ياكي حتى نعجن لا تعجني لا ما خصها تعجن معاها نيت ياكي قلت انا زعما حيت مرتي طامي باش تبقى سخونه صافي كلامك هو الكلام ولا تعجنها تبقى زعما بدا تبرد كحال تفيقات تفيقات على تيتي على الملاحظه هاني سي رشيده ماشي غتكحال شوف خلي رشيده تهضر سخونه تتبقى ساعد المكانة عاد نديرها معايا تاي تكون سخونه وتجي فتيه وزويونه حنا دابا نمشي للجهه غديروها وليداتي الا حداكم مرصيطه والله القسم الا دواء لا النعناع المصوفه ما تعرفوش اللي تيعمر بها تاي تجيبي ربيطه وتعمري بها الدرهم تمام انا الوالده شوفوا الوالده وحصارهم خدامين الابداع حصى طيبات مي طيبات دبا محمد اللي ما كلاهمش راه بحال ما دار والو في حياته الوالد هادشي هنا يا الوالد اقسم بالله الا شهيتينا بالله العظيم المساعد اجي حنان اجي حنان راه بغى المعرقه عطيها اختي حنان المعرقه هاكا شنو حفصه برافو عليك احفصه عمي بيدك بين يديك عمي البنه كاينه في يدك عمي الوليد هاديك الوليد يعطيك العز لا الوليد ناشط والله اول مره غنشوف رمضان الوليد ناشط باقي حيت الوالده عندها التحدي الحمد لله والوالده حداه وما ينشطش هذيك الوالده اي والله يخلينا ولا 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 الوليد ما شكش اكتيف في هذه المسابقات اللي دازت شحال هذا غندقول تشوفوا وزيد الشرب على الوالد عشان شرب ما تجيش تغمرهم بزين لا لا غادي نشرب له دابا شويه ديال هذا حتى ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شوف اختي حفصه وريني اختي حفصه دايره بعدا العطريه المشاهدين ما تنساوش لي لايك الوالده ما انا عارفه ولا كتنسى راسها الله يرضي عليكم ما تنساوش شجعوا لي الوالده شجعوا لي الوالده شجعوا لي الوالده شجعوا لي الوالده الوالده ما تحقريش الوالده انا غندلك جين كومونتيرات وليداتي معايا ماشي معاك الوالده الله يعطيهم النوره ديالنا الله يرضي عليكم الوالده النوره انت ما يتسهل عليكم كاين في هذا الكون ايوا امي الله يرضي عليكم الله يعطيك الوالده اللي عنده والدين يتهلا فيهم اخوتي راه الوالدين شي حاجه اللي هو كنز والله القسم زين الحب الوالده الوالده الروح ديالي الوالده الوالده حيت شي حاجه من هنا نعطيها لها اقسم بالله الوالده ديالي حب الحب الحب ديالي راه حب الوالده ديالي اي والله ينوركم والله يرضي عليكم ويرضيكم ويعويننا ويعوينكم ان شاء الله وليداتنا امين جام جيمو ولا تخمموا هذا ما كان المتتبع البنات كلشي واقف كلشي شنو كيدير تيتيش غاده بهذه مشيت تصايبها لا غندير شنو هذا اختي رشيده دخلات في الدقيقه 90 الوالده شوفي شنو نسيتي شوفي شوفي الوالده ويلي ويلي ريحه الوالده
وعلى ريحه الوالده حليمه اختي وعلى ريحه الوالده كتشمو المشاهدين لا ولا 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 شوفني في دايا بقينا عجبوا الحسن واش عتي الريحه كتعطعط في الكوزينه ايوا يا ملي كل خير في بلادنا بلادنا زينه بلادنا زينه الوالده والله القسم الى كل خير كاين صوروا انتم هذا شنو شفت شرملتي هذه الوالد تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله شنو الوالد انت الوالد راك مزربه شنو بغيتي الوالد شنو حبيتي الوالد تبارك انا الوالد هز لك الهمه الوالده حق الله انا الوالد صافي عبر ليا وبين ليا فهاد 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 المسابقه هادي اميمة راه كتقول ريحه تيجي تقول بلا ولدي اصاحبتي لا عايله كتعرفي ولدي راه عندهم رايه نشراو له يترجموا له غير باش يلعب فيه يلعب فيه واحد اللعيبه واش تدي طراي الحلوى تلقى دوك مينطوس واحد الحلوات مدورين مشهورين شوفوا يقول لك شوفي دي ليا هادي باش نديرها في موناضو نديرو اتهلاو لي فرايين ديالي راه كيحمطوا علينا المشاهدين يلاه متابعين كما كتشوفوا الوالده كتكور الكتشه ديالها والوالد حتى هو كيدير القطيبات ديالو الوالد ما شاء الله اميمه سيري بحال تبريباري غدا ان شاء الله صافي نسيت تفطري معنا لا نمشي وين قولي لماما ما تجيش غدا الفطور نجي تفطر معانا صافي هو صافي اختي اميمه صافي سير على الله الوالد الوالد كيبدع ام حليمه طيبات هادو شوف 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 شرميله الوالد شوف شرميله الوالد لا لا الوالد حنا خصنا نمشيو مع الديزاين ها الديزاين الوالد نمشيو مع التاويل على الوقت هادشي اللي بغات بغات نكور جوج بقى وحده انت الوالده برافو انت كتضربي بالجوج جوج برافو ام حليمه انت باش كتضربي كنضرب بالجوج الله يرحم عليهم انا برافو هاي ام حليمه الوالده غادي نسال الوالده حكوا لي شطرات رمضان حليمه ها ما بقاتش عاد وحده هذا بين الجوج والله العظيم الى النشاط في هذا رمضان حق الله العظيم كضرب الله يسالي كضرب ثلاثه ويلي انت الوالد باش تضرب ها اش تضرب انت انا كان اربع خمسه الله يعطيك الصحه الوالد الله يعطيك الصحه الوالد غادي تشهي الناس في هذا الشيء هذا واحد الله كنا ما يسعد عليه دابا الوالد شوف الوالد دابا باش عارف واحد القضيه دابا راه كاين اللي عنده كوم كيعرفش يشرب من بحال التشرميله اللي كدير انت التشرميله اللي انت راه معروفه التشرميله راه بوحدها راه مخمر داك الشيء نيت مزيان الله يعطيك الصحه الوالد زيت البلديه الوالد الله يعطيك الحجه ان شاء الله امين اولدي امين داك الشيء الحجه انت والوالده ان شاء الله امين امين عرفت ديك الوالد تلقاني مجد شي خطبان بحال هادو ايوا ايوا ولدي صباح الخير شكون هنا هادو ويلي 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 عزين الحب صباح الخير شكي طايرة ايا ويلي عزين ويلي الحب والعمر ويلي أحمي أمي 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 على أبو سمي أضربي لها أضربي لها الكولون وريها الكولون وري المشاهدين الكولون أضربوا لي على الكولون دوري حنا دوري أضربوا لي على الكولون أضربوا لي على الكولون أضربوا لي على الكولون وزين الكويدة حماي الحبيبة ديالي يلاه مشاهدينا الكرام بما تكمل لنا تيتي شهادي وتشحروا لنا الطواجن راه حيدي عليا ما عيطوش عليا نبان مع حليمه الحسن شي الحسن اش درتي لينا الله يا اختي فاطمه شوف 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 برافو عليك داك اختي فاطمه الله يحفظك حتى الناس مع الخبز تفيت عليه والله الا مسكينه راه مع الخبز والله الا تفضل الله لا يخطك حليمه فاطمه الوالد بقى تتزاكلو لها بقات عارفه حليمه فاطمه شوفوا الخبز شوفوا هذه المسوسه ديالي المسوسه اختي فاطمه والله العظيم الا راكي كتعاونينا كتموتي معنا الله يحفظك شنو عندنا من غير خالتي فاطمه الله يخطيهم اولادي كاملين خالتي فاطمه راه عندك واحد الجمهور في اليوتيوب انا ظهري العجب اقسم بالله الله يختم عليا والله العظيم اختي فاطمه ما شاء الله عليك غدرني وانا ما قاريه ما والو شوفوا تبارك الله المشاهدين الخبز ديالنا شوف 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 المتتبعين شوف 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 ما شاء الله 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 وتبارك الله الزين مقرقوره ديالي هذا مي الزين مي الزين والحب ديالي
مي الكبيده ديالو حويدي ويدي ويدي يا فاطمه الروح ديالي الروح ديالي حنا اليوم ما فطر حد ياكل والله لا لا اليوم صراحه كلشي معاون هذيك شوف 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 تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا بعد ما يكمل الوالد القطبان وام حليمه تكمل الكفته ديالها وتشوفوا الفطور الرائع مع ام حليمه مشاهدين غنقولها لكم ونعاود نقولها لكم اللي مازال ما كتب كومونتير اكتب اكتب 100 200 300 1000 2000 كومونتير قد ما كتبغيو ام حليمه قد ما غتكتبوا الكومونتيرات وما تنساوش لي لايك الله يخليكم الوالده راكي كنز الوالده راكي ساكنه في القلب والوالده عاد بركوا على شي حاجه باش الوالده نرفعوا لك يدك الفوق وكم وحلي ما انت اللي ربحتي ان شاء الله بقى ياك وهز يديا في السماء برافو عليك الوالده وديري ان شاء الله شي صدقه جاريه عليك وعلى والديك الوالده داكشي اللي بغيتي ديري بها انت حره ان شاء الله نرفع وليداتي وغادي نديرها ماما يسير الوالده امين مي نعم بنتي ودا بغات تعجين ان شاء الله الخبزه المرسيطه غادي ندير الخبزه ديال المرسيطه انا غادي نرمي لها دابا شويه ديال الملحه اما تطحنها هي انا غرمي لها شويه وساهله وليداتي ما فيهاش كاع العذاب كاع عرفتي كتجي فينا 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 زوينه بزاف الوليدات الله العظيم اللي تترضع واللي كاع ما تخافش والله الا امي هي الدواب ايوا نديرو لها شويه طحين طحين غير ديال الدار ها هو ايه وهادشي هنا كتصايب لي شوسون انتما طالعين كيحمقوا زوينين درتهم هاد العماره هادي وفرماش حمر وخلاص البريوات وداك الشيء ها هما تيتيش نشوفو درنا كل وحده قد الباقي تاع وحده ديك الوحده ما يعاود صراحه الله جاو زوينين وراهم كيتحمروا ايوا ندوزو الحاجه طويجنا رشيدة نشوفو فين وصلوا نديرو لهم شويه صوص طوماط هذه ديال المعلبه صافي ونفتح حتى تبقى ديك 10 دقائق عاد غنديرو يا ربي والقلقله هذه الشرمه طلعت فيها السلام ما يطلعش مزال حنا راه المتابعين في الطياب كناكلوا داكشي ديال برا وديال داخل كل شيء والله العظيم عندك شويه ايوا لاله حنان مستعده اختي فوقاش بعد غدا ياك مستعده ان شاء الله يا ربي نقول لك عين خواتها شي وقت ضروري ان شاء الله نتعاونوا معك حنا ما تخافي من حتى حاجه لا لا ما حيش ياك ان شاء الله يا ربي تجيك نزاهه يا حنان ان شاء الله دايره نعيمه عطين الزهره والدراري ايوا الحمد لله بنتي اصلا ما ديري غدا هيا يا حنان ادلي هاد لي البات تخم ياش كاع بعدي تخمي حنان سيري عند اميمه وبغات تخمو ولا تحط الراس على الاخرى لا سيرو ديرو بداو تجربو اييه ايوا ان شاء الله يكون غير الخير والله الا يكون غير الخير ان شاء الله كاع ما تخافو ايوا هادي خبزنا ساهله ماهله عرفتي على ريحه طالعه منها يا امي قبل ما تطيب كتجي دوا زوينه هي انا جوعتني دابا والله الا انت دابا ما تطرطعي والله الا جوعتني انا بنتي ايوا امي تاكلوا بالصحه والراحه ان شاء الله يحفظك علينا وزيدوا شجعوا امي التشجيعات ديالكم محتاجاهم ايوا الله يرضي عليكم وليداتي ما شي غير محتاجاهم ياك قولوا امي كما كندعي معاكم شجعوني والله القسم الا ديما معكم بالدعوات الله يعطيكم دعوه الخير ايوا كونوا مع امكم حليمه جيم 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 و الكومونتيرات الكومونتيرات الله يرضي عليكم اللي يدير هادي يدير هادي صافي الله يديرها لكم ان شاء الله في الميزان مقبول يا ربي امين يا ربي ايوا انا غادي نشوفها وليداتي والله يرضي عليكم الله يسهل اموركم شكون غتجيبها ان شاء الله واش الصغارات ولا الكبارات امي ايوا خليكم معنا ان شاء الله لما تقرص امي هادي وشكون ان شاء الله كي جات حنا معاكم الله يرضي عليكم متابعينا الاوفياء رجعنا لكم ان شاء الله من القوال وان شاء الله من غرب الوالده قوال ودرا على حال ان شاء الله وخبزنا دابا ديال مرسيطه هي هذه انا غادي ندهصها ندهصها هذه هي الدواء يا وليداتي تتشوفوها هكاك حلا وين راه فيها المنافع كبيره سخونه بس سخونه كانت سخونه هذيك شويه خلات تبرد لا لا انا غادي نهرسها باش الدواء الطيبات ديالنا تيطيبوا هادو غادي تقلاو ان شاء الله يا ربي ياك احسن يبقى
قليل حسنها انت. غير انا اللي مازال غايخ. نلعب اختي من نعم. راح حطونا داك الشيء هنا كامل باش ندير اللهم ناخذ واحد التصويره مع الوالده. مجموعين ان شاء الله. ديها ولدي ديها تحرق. لا لا خلي الوالده كيبرد داك الشيء ما تزربي ما والو. شنو عندنا حصان؟ حسنها اتاي ديالنا. واو فين هو الطاج الاخر؟ الحمراء الاخر اللي هي حيدنا باش نديروا اتاي. الله يعطيكم الصحة وكم مرضية الحمد لله. هذا كيتبت بأن أم حليمة صحيح راه ولكن الله يحفظها يعطيك الصحة. سير الوالدة داك الشيء كيجي تبارك الله. هذا زوين. أنا غنخوي عليه هذا. شو حصل؟ هذا صايبها لوتي أحسن. صافي ما عندناش الوقت. يا هادو لهنا هادو شاطو لي مساكن باش تسحر بيهم. بس فضا غادي مساكن شاطو لي ديما حاجة باش تسحر بيهم. لا خلنا يا خويا. شوف دابا انا هاد القضية اللي نتسحر بهم راه غير نجيب جيتكم. هانتوما الطريقة. حيت علاش دابا مشينا حنا نفطروا وبقات وحدة موراكم كطيب هذا شنو غيوقع؟ سالينو. إيوا المهم هانتوما الخوت انا غير النية ديالي كتقول لنا في زعما هادو مال الصحور. انت طيب ديالك وتعقل عليه ولا جيت سحرت القرب انا فهمت انا. لا يا وخا زعما في هذا الصوت زعما متابعينا الاوفياء دابا ان شاء الله نخليكم بعد الحين غادي نرجعوا ان شاء الله ندير لكم التقديم النهائي ان شاء الله بالخير ان شاء الله البنات هي تيجي تسعدونا الشاش بقات طيب لي شوسون لتحت واه صافي سير الله فيها خير الله يجمع لنا حصه داك الشيء كامل يكون ديزاين هنا زوون باش نجيو ان شاء الله التقديم النهائي ونقول مع السلامه ان شاء الله مفاجاه غدا ان شاء الله كيفاش تكون الحلقه ديال اختي حليمه دابا جينا ان شاء الله يا ربي نبقى والو باش غادي ياك يزيد يبرد صافي المهم غادي نجمع كلشي ها يا رشيده خصناها رشيده هي 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 لا ماشي ترصفه وليداتي كنخلي لهم الصراحه وخلي قطيبات الوليدات غدا تفطر تشكل لهم بغداء ما كتخميش خليهم العمي الحسن مسكين غادي يضر الرجال لا لا داند البارح والله ما طيبوها هو وراه بغينا نسيبكم نتوما والله القسم بالله ما يكون هاي بردو تاي بردو يا ولدي باش تنسى ماشي كومونديت العشاء كومونديت ولادي العصر كومونديت لهم هادو ياخذوا معاهم صاحب ربي واش من هنا ولا ماشي بلاصه المهم متابعينا الاوفياء هما كاين هنا كومونديهم الفاصه راه هاد السته ديالنا ولدي فاضل اي 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 ها الخير ديالنا وليداتي ما تنساونيش جيم 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 رضي عليكم صافي الوالد بارك عليهم الوالد خليك تبارك شوف هاد الشيء هذا شوف هنا راه غير تبارك احسن على حسابي صافي تفهم بارك جيبوا لنا حصه هنايا ونسيبها راه حاضره مسكينه شكون طيب خبزه النهار نسيبها طيبها ايوا شتي واش ما تقولش ما كاينش حداك ولا شي حاجه هدينا هاد الهيل مازال شي حاجه مازال غير وحده شوف تبارك الله هذا الخير هذه ديال البارح هذه واقيله لا لا ديال اليوم هذا ديال البارح صافي هذا ديال شوف كتسمى ماما الخبز البارح هي ما كتحملش يضيع كتشدته كيولا هذه ديال البارح حتى ديال ما بين الخبز الصغير عرفتي ولا بحال عطيبات لا الخبزه ديالنا هاد مرصيطه هي الوالده راه هاد وايه الله قوه سبحان الله العظيمه هادو هادو عامرين غنتسناو شي زوين واش باش اللعيبه باش نجيو ان شاء الله في تقديم النهائي تشوف الطبابه ديال المهمه ديال ام حليمه وليداتي واش غتعجبكم ولا ان شاء الله غادي تعجبكم ان شاء الله وليداتي عزيز غادي الوالد تابعينا الاوفياء الصراحه كما كتشوفوا الوالده في اجمل حله وبينات حداكتها ها المقوله تبارك الله مقوله رائعه وجميلة وليداتي الله يرضي عليكم الله يسهل كما تعذبت امكم حليمه وكونوا معاها الله يرضي عليكم الله يرضي النار وعطى شي حلقه من القلب ديالك قسم بالله عطيت البنياتي جبت المقوله اللي معها مازال ما جابوها الله مشات حيدتها على يدي هذه المقوله هذه اقسم بالله مشات حيدتها المرصيطه على يديها على يدي انا كفت انا اللي شريتيها اللي شريتها انا هذه صايبتها ما بين البنات على اساس مهمه الله يرضي عليهم خطيبات الشراميلة ديال الوالد ان شاء الله وطابور تبارك الله ديك الانفراي الرائع وهذا العصير ديالنا والحمد لله كاين الحريره وكاين الشوربه وكاين كل الخير وراه اجمل اجمل شيء الوالده وهي ديال الوالده في اليوم وحسن كان تيموت مسكين في اليوم كان محسن مسكين تيقولك عمرو بيض في اليوم ها انتم الخوت النعناع واحد في اليوم والحمد لله راه الوالده الاساس هي المحسن من حتى لبلجيكا كاين ونسيها ونسيها الروح ديالهم مسكينه كل خير تيطيبوا تاهم دارهم ولا تيوم وحال الله يلمتي لها كل خير والله العظيم الحاله اللي جبناها كتعلق بها محسن كنتفكروا بها والله العظيم مسكين تايه حتى تقولك البنات وافليو لا راه زلنا الوالده وليداتي والله يرضي عليكم دوك الاطباق ناخذ لكم واحد الصوره بحال العاده كما اعتدنا هنا بسم الله زيد على الحنان معنا الله يرضي اختي راه داركم هذه حتى شي حاجه الحاجه اللي عجبتك هو اللي منها
راه الانسان باش يكون صغير النفس ديالو كتشهى بزاف د الحوايج. ايوا راه داهم راه عجبتني الحاجه راه كنهزنا تناكل منها. يلاه كاملين تجمعوا لينا هنايا زيدوا لهنا حدايا البنات. الله ان شاء الله باش تدخلوا في ديم الكواليس كيفاش ناخذوا دي فوتو كيفاش كنجمعوا مع بعضياتنا كيفاش نحاولوا نشاهدوا الحمد لله باش نعطيكم بزاف د الحوايج زوينين. يلاه الشمعوا والتحموا وتراصوا. يا سخون سخون يا سخون سخون شي سخون كما قال سعيد دابا تحركوا. الحمد لله على الوالدة على كل حال. يلاه حصل زيد معنا هنايا زيدوا حنا نقربوا قربوا 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 تلاحموا تلاحموا تلاحموا. اوه جاتكم الصغيره حنا نتقيو شويه على فاطمه هكاك واحد جوج ثلاثه. مع السلامه. اذا فلوق مع السلامه عليكم. باي باي عليكم. الله يشجعوا وحدي باي عليكم. السلام عليكم. تهضروا ان شاء الله الكواليس ديال الحلقه ديال محلمه وغتشوفوا ان شاء الله الراي ديال المتتبعين واللجنه اللي كاينه معنا ان شاء الله كيفاش جاوا الاطباق ديال محلمه. وكنشكروا جميع المتسابقات اللي دازوا وحد اوفر للجميع. باي باي عليكم. الله يسهل اموركم. يا بسم الله. يلاه زيدوا بسم الله. هذا الطبق الاول هذا الطبق الثاني. وي 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 طبق الكفته طبق ديال الكفته كذلك. كاينه الشوربه كاينه اتاي كاينه الخطبان وكاينين الوجوه الحمد لله كل خير. باي باي عليكم. وتهضروا ان شاء الله حنا الامومه في الحلقه الجايه.